عسلمة مسيو. الله يسلمك. لاباس عليك؟ لا يوريك بس الحمد لله. قدم لنا روحك. انا معمر بن جمع السياري من سبيبة. شنو؟ من سبيبة السياري. اه ذكر. اي من سبيبة ولاية القصرين مشيخة واد الحطب. تحية لأهلي قصرين قبل كل شيء. مسيو انت عندك مشكلة اجتماعية. تفضل احكي لنا. انا في 2011 قدمت بواحد مطلب للسيد الوزير رخص لي في رخصة في بير عميق. خدمت البير العميق هذايا وغرست 2000 زيتونة. جاء جاري في 2016 حفر حذايا سنتاج من غير ترخيص. شكيت به جبت له الفلاحة حطوا له ردم وخطية بمليون. شكيت للوالي عمل له ردم فورا. قعدت نشكي من الوزارة 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 الأولى الوزارة الفلاحة الوزارة الداخلية معناها المقام الفساد وما جاني حتى خبر. فهمتني ولا إيه ضرية أنا في أشجاري ماتت والمحكمة حاكمة ليا باش إعادة سنتاج باش نحفر سنتاج وهذا كله معناه وصلت ما تحركتش. الحرس البلدي نتاع سبيطلة هو اللي يقول لي رانا بعثنا للمعتمد والمعتمد ما حبش يجاوبنا. نجي للمعتمد يقول راني بعثت للحرس والحرس ما بوش يجاوبوني. نمشي فهمتني ولا المندوب يقول لي احنا فهمتني ولا لا كلمنا المعتمد والمعتمد معناه يضربوا فيا كل مرة يضربوني بإدارة. ولهذا نطالب فهمتني ولا لا بتنفيذ القرار وتمكيني من الرخصة. شنو الأضرار اللي تثبت في الأرض متاعك؟ الأشجار متاعي بالنسبة للزيتون مات قاعد يموت. بالنسبة للخوخ 700 خوخة ماتت جملة واحدة. خرجت خبير وقاومها وكل شيء. بالنسبة للوز كيف كيف 700 لوزة ماتت. وتوا من عام 2016 فهمتني ولا معناها الناس تجمع في الزيتون وانا قاعد فهمتني ولا نشكي من بقى. الاضرار هذه 2016 معناها مش الصيف اللي فات صارت لها المشاكل هذه. من 2016 الناس تاخذ في الصابة وانا فهمتني ولا زيتوني قاعد يموت وهو قاعد الجاري هذا يبيع في المية فهمتني ولا لا لا بالفلوس. ولهذا نقدم شكوتي فهمتني ولا لا معناها جميع السلطة فهمتني ولا يتحركوا. اي والسيد هذا اللي قلت لي خذ لك شويه من ارضك. مش خذ لي شويه احفر سنتاج في فر فوالا بجنب سنتاجي ونشح لي سنتاجي. هل حكيت انت وياه؟ لا ما حكيتش معاه لان جبت له كي جت الفلاحه وخرجوا له اربع فرق صوتني قدام قدام اربع فرق. فهمتي؟ صوتني قدام اربع فرق. اي اربع فرق اي عنف يعني. اي عنف اي فهمتي؟ وما صار حتى شيء. ما صار حتى شيء. واللي ما مرقد القضيه هو نتاع رئيس الفرقه نتاع الحرس البلدي بسبيطله. هو اللي مرقد القضيه. لأن سيد بمعارفه فهمتني ولا وأنا ما عنديش معارف ما عنديش كتاب الله غالب. شنو هو طلباتك اليوم مسيو؟ طلباتي تمكنني الوزارة وزارة الفلاحة تجديد بالرخصة متاعي باش نحفر سنتاج نحي زيتوني وتنفيذ القرار متاع جاري هذا يلزمو يتردم البير متاعو. وعدوك اش معناها انهم يسويوا لك الوضعيه نتاعك؟ يوعدوني وما ينفذوش. من 2016 يوعدوا فيك؟ اي من 2016 وانا كل شهر نقدم شكايه للداخليه، كل شهر نقدم شكايه للداخليه يعني وموجود موجود عندي السارج وكل شيء. وكل شهر نقدم شكايه لوزاره الفلاحه. وكل شهر نقدم شكايه للداخليه. أتي للوزارة الأولى وما فما شيء. ما فما شيء. وأنت التوا معناها مضرور في الأرض متاعك. يعني وصلت حتى دخلت الرازي على أشجاري مات
وصلت رقدت في السبيطار. اكيد خسرت برشا. اي وموجود عندي بطاقة إعاقة من راسي. ولهذا نطلب من الدولة تمكيني في رخصة وتنفيذ القرار في أعجاري هذا بيرويز ميتردم لأن تسبب لي في مشاكل. أين نرى أنه الحوار بينك وما بين السيد هذا اللي يحفر مهم جدا؟ لا لا ما فماش حوار. علي ما حاولتش؟ لا لا نجموا تتفاهموا. لا لا ما حاولتش. حاجوا ناس حبوا يقدوا ما بيناتنا فهمتني ولا نفخهم ما حبش. أي هو ديجا رافض؟ رافض بالطبيعة. رافض رافض لأن قاعد يدفع يعني حتى وضعيتك نتصور المادية اختلفت. ما عنديش ما عنديش حتى باش ناخذ باكو حليب لأولادي. أنا إنسان نعالج كل شهر نعالج في السبيطار في الراس. إن شاء الله لاباس مسيو. شنو هو الحاجات اللي مازلت صالحة في الأرض نتاعك؟ مازال زيتون. زيتون لكن زيتون متعلم بالماء فهمتني ولا لازم ليه الماء باش ينجح. 2000 زيتونة من اقتصاد الدولة راهي مش هما هم قاعدين يهبطوا في الواحد. في الزيتون من أوكرانيا ومن الجزائر ومن كذا ومسلمين في ثروتنا نحن معناها ما نستغلوش نخدم على رواحنا وباش ننتجوا فهمتني ولا وننفع اقتصاد البلاد فهمتني. هذه معناها يقول لك باش تنفع اقتصاد فهمناش الدولة ذي هوني ماشي فهمناش. تسمعي بك المثل يقول لك القط يربط والفار يحل. احنا توا في الوضع هذا فهمتني القط يربط والفار يحل فهمت يعني ما فماش فهمتني ولا لا ردع نتاع قانون ما فماش. يعني ما عرفش كيفاه ما الدولة دي الدولة داخلة في حيط فهمت. حسيلو حسيلو ان شاء الله تاخو حقك. نخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام نطلب من الدولة تحرك وكاو السلطة تحرك وكاو